وائل اللي كتبوا بموضوع أساسي اقتصادي اجتماعي، موضوع العمالة، موضوع البطالة، موضوع الإشكالية اللي موجودة بمعظم البلدان العربية اللي متكلم عنها، عندما نتكلم عن الربيع العربي في مصر، في شمال أفريقيا. كيف تنظر إلى هذا الموضوع الآن وفي المستقبل وفي الفترة الانتقالية كما ذكرت في السابق، أساس توقعات لهالشباب والذين يتوقعون نتائج سريعة لعملية التغيير؟ ماذا تقول عن عملية العمالة والبطالة في الربيع العربي؟ شكرا دكتور محمد على سؤالك، وشكرا للراعين لهذا المؤتمر على دعوتهم الكريمة. منذ حوالي 8 سنوات أو 9 سنوات كنا في دبي في يوم انطلاق المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سنة 2003، وأطلقنا وكنت من المشاركين في إطلاق تقرير في ذلك الوقت عن أوضاع البطالة في المنطقة العربية والحاجة إلى دعم وتسريع عجلة خلق الوظائف، بل وتجاوزنا هذا الطرح وقلنا بأن هذه القضية قضية مصيرية تواجهها المنطقة العربية، تفرض مجموعة من التحولات والتحديات على مؤسسات الدولة، على علاقة الدولة بالسوق، على دور رجال الأعمال. وهذا الرأي استند في ذلك الوقت على قراءة كان أساسها عقد كامل تقريبا من الركود الاقتصادي في المنطقة، وكان فيه ارتفاع في معدلات البطالة وقلة الإنتاجية، ضعف الأجور الحقيقية. فما بالك الآن ونحن على أبواب 10 سنوات منذ انطلاق أو منذ إطلاق ذلك التقرير. في تقديري أن ثورات الربيع العربي تجاوزت موضوع البطالة وموضوع السكن وموضوع التعليم، وأصبحت وحقيقة كانت ثورات رفض كامل للهياكل السياسية والاجتماعية المتحكمة والقائمة والمسيرة للهياكل الاقتصادية في المنطقة. يعني أولى النقاط التي أريد أن أشارك الحاضرين فيها هو أن هذه الثورات لها جذور اقتصادية، ولكن هذه الجذور تجاوزت ما كنا نعرفه في السابق وأصبحت الآن شاملة وكاملة ومعقدة، وهذا حدث لأسباب نعرفها جميعا. تفاقم الأوضاع الاقتصادية في العقد الماضي، تجاوز البطالة والإسكان والفقر وحتى قضايا أخرى أساسية من خلال بروز طبقات فاسدة جديدة رأسمالية من رجال الأعمال، أسرت وتحكمت في مقدرات الأمور وسيرت العملية الإصلاحية بالصورة التي تخدم مصالحها. الفساد الواضح والمبرمج اللي ظهر في الطبقة السياسية القائمة في منطقتنا كذلك كان أحد المفاجآت الحقيقية اللي حصلت في دول كنا ننظر لها في السابق أنها دول جمهورية ثورية تقدمية تحافظ على المال العام أو على الأقل تحاول الفصل ما بين القرار الاقتصادي والانتفاع المالي. كذلك تدهور الأداء الحكومي الواضح اللي حصل في 10 سنوات الأخيرة، ولا سيما في مجال الخدمات كالتعليم والصحة والشؤون الإدارية، أضفى كذلك حالة من الرفض الكامل للدولة وما تقوم به هذه الدولة في المجال الخدمي والمجال الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك تقلص فرص المشاركة السياسية. يعني في 10 سنوات الماضية لم نعالج الأمور، بل تعدينا الأوضاع السيئة التي كانت قائمة سابقا وقلصنا من حجم المشاركة السياسية وقلصنا من مشاركة المجتمع المدني، وأصبح القرار السياسي الاقتصادي محتكر من قبل طائفة تزاوج ما بين المال والسلطة والمنظومة الأمنية. في ظل هذه الأوضاع في تقديري مطالب العدالة والكرامة والحرية هي مطالب اقتصادية إلى حد كبير، ولكنها مطالب الأساس فيها رفض كامل للمنظومة القائمة. النقطة الثانية، إذا قبلنا بأن المطالب شاملة وكاملة ومعقدة لحد ما، هذه المطالب لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل معها بصدق وأمانة بدون انفتاح سياسي،
بدون دافعة سياسية، بدون رافعة سياسية. هذه البرامج الإصلاحية الشاملة الكاملة الطموحة في حاجة إلى شرعية. المأزق اللي وجدنا أنفسنا فيه في 20-30 سنة الماضية، وكان أحد الإشارات في دبي من حوالي 10 سنوات، معظم برامج المنطقة الإصلاحية كانت تتسم بالتردد، بالحذر، بالبطء، وكانت برامج تأتي من الفوق تتجاوز أي نوع من الحاجة إلى دعمها شرعيا من خلال مؤسسات دستورية أو انفتاح سياسي أو إقامة حوارات يشارك فيها الجميع الخاسر والرابح. في ظل هذه النظرة في تقديري، هذه الثورات العربية الحالية ستعطينا فرصة لأول مرة لتحقيق ربط ما بين الإصلاحات الاقتصادية واللي كانت قائمة تعقدت الآن أكثر، والانفتاح والإصلاح السياسي اللي هو مكمل إن لم يكن شرط أساسي لاكتمال الإصلاح الاقتصادي. بل يمكن القول بأن هذه الثورات أتت لإعطاء البرامج التنموية الإصلاحية الاقتصادية فرصة لم تجدها طوال 20-30 سنة من الحراك الحذر البطيء واللي فشل في حد كبير إلى معالجة مشاكل تنموية وتحديات كانت قائمة من عقود. النقطة الثالثة، بقدر ما أنا مؤمل وأرى بأن الثورات العربية من خلال إتاحتها لمساحة سياسية واقتصادية لربط مشاريع الإصلاح على المدى الطويل، أنا حذر ومتوجس من ما يحصل في الأمد القصير في الشهور أو السنوات الأولى من هذه الثورات. يعني في ظل مسافة زمنية 5-10 سنوات بإمكاننا التخيل وضع مستقر إلى حد ما سياسي يتم من خلاله طرح برامج اقتصادية طموحة شاملة كاملة يعطى لها فرصة للنجاح. ولكن الفترة الانتقالية الأولى منذ اندلاع الثورة وإلى انتهاء المرحلة الانتقالية هي فترة خطيرة، هي فترة خطيرة في كل الأحوال، ورأينا هذا الأمر في دول شرق أوروبا في أواخر 80s وبداية 90s، عندما استغرق الأمر حوالي 5-7 سنوات في أغلب الدول حتى استقرت العملية السياسية وبدأ فعلا التنفيذ الحقيقي للبرامج الإصلاحية. ناهيك عن دول في المنطقة العربية خرجت من ثورات، بعض منها كان ثورات قاسية وعنيفة وكانت ثورات دموية، وفي لحظة تاريخية العالم يعاني منها من انحسار وانتكاس اقتصادي، ضعف فرص تقديم أي معونات خارجية لهذه الثورات في الدول التي هي في حاجة إليها، حصول في انتكاسات وبعض التهديدات وتقلبات اقتصادية في دول مثل مصر وليبيا وغيرها، ووجود مطالب شعبوية وحالة من التوقعات عجزت السلطات أو المعنيين بإدارتها في الفترة الأولى على إدارتها بصورة سليمة. فنحن إذن أمام مرحلة حرجة انتقالية قد تعقد وقد تطيل فترة الانتقال إلى نظام مستقر فيه مساحة سياسية وفيه برامج اقتصادية وفيه قدرة فعلا على معالجة تحديات المنطقة العربية. فالتعامل وإدارة هذه المنطقة الزمنية الحرجة في الأمد القصير في تقديري قد تحدد ملامح المستقبل البعيد. آخر نقطة من مداخلتي هذه إشارة فيها إلى الوضع الحالي الفكري فيما يخص المنظومة الاقتصادية. يعني لو حصلت ثوراتنا في 80s أو 90s لكان بسهولة تم طرح وحتى قبول مقترحات فيما يخص المنظومة الاقتصادية الجديدة المقترحة لدول المنطقة تنمويا واقتصاديا. في 20 سنة الماضية كان هناك نموذج ليبرالي اقتصادي مقبول عليه إجماع دولي وعليه إجماع شبه فكري. هذا ساعد الدول التي مرت بمراحل انتقالية وبحالات انتقالية في 80s و 90s إلى
الاندماج في الاقتصاد العالمي وربط برامجها الإصلاحية بمنظومة فكرية واضحة المعالم تم التعامل على أساسها. في هذه اللحظة للأسف ثوراتنا في المنطقة العربية قامت في ظل فراغ فكري اقتصادي واضح على المستوى الغربي والدولي في داخل المؤسسات الدولية وحتى على مستوى النخبة الاقتصاديين والمفكرين في هذا الأمر. هذا قد يعطي المنطقة فرصة في رسم معالم نموذج يخص هذه المنطقة وبعيد عن أي تشويش أو أي تأثير من العالم الخارجي، ولكن في نفس الوقت هذه إشكالية محفوفة بالكثير من المخاطر، لأن سيكون هناك حافز عند الكثيرين للدخول في متاهات وتبني مشاريع وأفكار وبرامج قد لا تنجح وقد تدخل هذه الثورات في نفق طويل من غياب الاستقرار، كثرة المخاطر وتعطيل المواجهة والتعامل الحقيقي والرزين مع استحقاقات هذه الثورات الاقتصادية. شكرا جزيلا على التعليق المتنوع. واضح أنه الأمال كثيرة، واضح أنه الهواجس كثيرة. حضرتك تكلمت فعلا عن ظروف من ناحية مؤاتي لأن تعطي فرصة، ولكن أيضا بعض المتطلبات الانتقال خلينا نقول الطبيعي أو السهل أو المنظم كمان مش متواجدة. طبعا من ناحية الواحد عم يعمل توقع وتحليل، ولكن من ناحية تانية عم يتساءل كيف يمكن أن نعبر هذا المسار وماذا يمكن أن يعمل. عم نتكلم هون ليس فقط محليا من قبل اللاعبين من مثقفين من أحزاب من أشخاص، ولكن أيضا على المستوى العربي والمستوى خلينا نقول الجامع ربما هناك دور. أنا تطرقت في البداية لهذا البعد. الدكتور بشير، كيف تنظر إلى الهواجس والتحديات المتعلقة بفترة العبور، فترة الانتقال، وماذا في رأيك يجب أن يركز عليه لكي تكون عملية العبور فعلا آمنة بقدر الإمكان ومنتجة في نهاية الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك كثيرا على هذا السؤال. أعتقد أن الربيع العربي حاليا ربما يحتاج إلى ربيع اقتصادي في أقرب وقت، لأن كل الثورات في مفهوم سوسيولوجيا الثورة بدءا من الحراك الدعوي الإسلامي في بداية الدعوة الإسلامية إلى الثورة الفرنسية في العام 1789 إلى الثورة الصينية 1911 إلى الثورة البلفوشية في 1917، كل هذه الثورات بدأت سياسية ولكن كانت كلها لديها أجندات اقتصادية وحملت مكونات لنظم اقتصادية جديدة. في حال الثورة الفرنسية جاءت المنظومة الرأسمالية باقتصاديات السوق الحرة. في الصين جاء الحزب الشيوعي ببرنامجه المعروف. الاتحاد السوفيتي أيضا جاء بالفكرة الماركسية والنظام الاشتراكي. هل ستشذ الثورة العربية والثورات العربية عن هذا المنحى التاريخي وتبقي السؤال مطروحا في الجانب الاقتصادي؟ إذا بقي الجواب السؤال مطروحا دون أجوبة فربما يؤول الأمر إلى خيبة أمل بالنسبة للشريحة الواسعة من السكان، فلا خيار أمام وضعي أجندة الثورات العربية والربيع العربي، لا خيار لهم إلا في إطلاق ثورة اقتصادية على الشكل الذي يجيب على الأسئلة التي هي أصلا أيقظت الثورة. إذا شئتم تفاصيل هذا الكلام يمكنكم طلب الورقة كاملة من إدارة المؤتمر وفيها كثير من المعلومات والأفكار المتعلقة بهذا الجانب، لكن دعوني أعطيكم لمحة موجزة عن المشهد الاقتصادي العربي. الملاحظ أن المؤشرات العربية الخاصة بالتنمية البشرية رشحت فعلا
الدول المعنية لانفجار اجتماعي منذ زمن وليس من اليوم، بدليل أن المشهد الجزائري أعطى لنا حراكا ثوريا في 1988، ونفس مسببات الحراك الثوري في الجزائر 1988 الذي أدى فيما بعد إلى التعددية السياسية وإلى الإصلاحات السياسية هي نفس الأسئلة التي وجدناها في المشهد التونسي، يعني الطلب على الشغل، الطلب على العمل، والاحتجاج ضد التهميش. فبالفعل الجسم الهش للاقتصاد هو الذي جعل بعض الدول العربية تنتفض وهي نفسها مؤشر تنمية ضعيفة، وبعض الدول العربية لا تنتفض وهي مستقرة وهي سالمة وهي آمنة وهي مرتاحة وهي فرحة وهي مسرورة، وهي من الجسم العربي وعددها 8 دول هذه التي تكتسح الآن 70% من الناتج الداخلي الخام وواقعة على النصف الأول من سلم الفساد، بينما الدول الثائرة موجودة على السلم الأخير من سلم الفساد ومؤشرتها التنموية تقول ما يلي. أولا على سلم التنمية البشرية، تونس 198، مصر 123، اليمن 123 كذلك، المغرب 130. الناتج الداخلي الخام تراجع في الدول العربية في المتوسط من 1.9 تريليون دولار العام 2008 إلى 1.7 تريليون دولار العام 2009. النمو انكمش ما بين 2008 و2010 بنسبة 11.9%. البطالة تتراوح ما بين 15% في بعض الدول إلى 60% في بعض الدول العربية أرقام 2010. الإنفاق على التسلح في خاصة الدول المعنية بالربيع العربي وهو أهم إنفاق في الجسم العربي، أنا أعطيكم الجسم العربي، هو 94 مليار دولار في 2010، في الشرق الأوسط فقط 45 مليار دولار، ما ننفقه نحن على البحث العلمي والتعليم 60 مليون دولار، نسبة الإنفاق على البحث والتعليم إلى نسبة الإنفاق على التسلح 0.06%. بنية الاقتصادية العربية هي بنية ريعية تعتمد إما على النفط، إما هو النفط على معادن، إما هو معادن مضاربات مالية، إما هي مضاربات مالية عبور تجاري، ممرات بحرية، سياحة. نسبة النفط في الإنتاج العربي 75%. قطاع الاستخراج يساوي 38% من الناتج الداخلي الخام في الدول العربية. 8 دول عربية كما قلت قبل قليل من إجمالي 22 دولة تحتكر 70% من الناتج الداخلي الخام. تراجع النمو في الدول المعنية بالربيع العربي من 5% في تونس إلى 0% بعد الحركة الثورية. هذا تحدي مهم. في مصر أيضا الأرقام تقول أن النمو الآن يراوح الصفر. أمس ضبطت مراكز القرار في تونس، ضبطت معدل النمو المتوقع من أكثر من 0% إلى 0%. المساعدات الخارجية تكشف لنا أن تزامن الربيع العربي مع شتاء أوروبي، وبرامج التقشف في الدول الشريكة خاصة دول الاتحاد نجل المتوسط ودول منطقة اليورو التي هي شريكة لبعض الدول اللي فيها ربيع عربي الآن تعاني من صعوبة التقيد والالتزام بتعهداتها في تمويل 9 مليار دولار كمساعدات تنمية للدول المطلة على المتوسط بما فيها مصر وسوريا، لبنان، الجزائر، تونس إلى آخره. لن أطيل عليكم، أختم فقط بالفكرة الآتية وهي أن ما بعد الربيع العربي سيكون مقيدا بقيود اقتصادية ذات طابع فني، قيود داخلية وهي هشاشة النظام الاقتصادي العربي وعدم قدرته على مواكبة الحراك الثوري السياسي، لأن الحراك الثوري السياسي قائم على إسقاط الشخص، إسقاط النظام المبني على الشخص أو النظام السياسي المبني على العائلة أو على العشيرة، لكن أنك تسقط نظام اقتصادي مبني على حقائق ورثت من 40 سنة وجعلت من اقتصاديتنا هشة في بنيتها القاعدية، هشة في تكنولوجيتها، هشة في اندماجها العالمي، هشة في قيمتها المضافة، هشة حتى في الأسواق، كل الأسواق في الدول العربية هي أسواق غير متوازنة، سواء سوق السلع، سواء سوق
العمل سواء سوق النقود. هذه القيود الداخلية تصاحبها حاليا قيود خارجية، وهي ضعف القدرات التمويلية في الدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي. ما هو المطلوب حاليا؟ المطلوب حاليا ما يلي: على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على المدى القصير دسترة الحقوق الاقتصادية في مشاريع الدساتير الجاري الآن تعديلها. على الجانب الفني لا بد من إطلاق استراتيجية اقتصادية عربية مندمجة كفيلة بتثمين الموارد الاقتصادية. لا يمكن أن نتكلم على اقتصاد فيه سكان أقل من 400 مليون نسمة. نحن نتابع حاليا، الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت مؤخرا تنظيم تكتل جديد اللي هو TPP في آخر اجتماع الأيفك، مما يدل على أن النزعة الديموغرافية أو الحجم السكاني أو اندماج الأسواق. المنطقة الجديدة في للأيبك هي فيها 10 دول من أصل 21 دول. فالدخول في اندماج عربي هذا مطلوب الآن. إطلاق ميثاق قومي لمكافحة الفساد، لأن لوحظ أن كل المؤشرات التنموية التي قلتها وتراجعها جزء مهم منه يعود إلى رداءة الحكم، غياب معايير الحكم الصالح، إلى الفساد المستشري في القطاعات الحكومية. تحرير السوق النقدية العربية على سلم الإصلاح البنكي، وسينتج عن ذلك تعزيز مؤسسات المصرف الإسلامي، إطلاق الصناديق الخيرية لتوظيف الأموال، وإطلاق بنوك الزكاة العربية. طيب دكتور بشير، إذا الوقت انتهى أنا أنتهي. نعم. وأحيلكم إلى الورقة كاملة وهي موجودة لدى المؤتمر، وفيها اقتراحات أظن أنها مواتية لإشكالية المؤتمر. وشكرا على حسن انتباهي. شكرا دكتور بشير مصطفى.